السلام عليكم متتبعي قناة إيموبيلي السعودية، مرحبا بكم فيديو جديد معنا اليوم. بالنسبة اليوم قلت لكم جوج ديال لي زابارتومون. بالنسبة للابارتومون الأولى اللي ندخلها فيها في الميتراج 80، والابارتومون الثانية اللي حداها غادي ندخلها فيها 85 في الميتراج. بالنسبة لهاد لي زابارتومون الموقع ديالهم كاينين قهيوات، حي قهيوات قرب للبحر 10 دقائق على رجلين مشية. بالنسبه للثمن ديال لي زابارتومون هو 39 مليون، وما تنساوش البنايه فيها حتى الاسانسور. المهم خليكم تكملوا لا فيديو على خاطركم. بالنسبه للناس اللي عجبهم هاد لي زابارتومون يمكنهم يتواصلوا معنا على الواتساب اللي كاين تحت في لا فيديو كتشوفوا، ونشوفوا فيديو جديد ان شاء الله.